تلفزيون وطنية يتمنى لكم رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين. أحييكم بتحية الإسلام، أولها سلام، أوسطها رحمة، آخرها بركة، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع قانون جديد من قوانين التغيير الرمضانية. قانون اليوم بعنوان احذر الكيس المثقوب، برعاية معهد وطنية ميديا للتدريب الإعلامي. رمضان رمضان رمضان. هل تعلم بأن رمضان هو فرصة للإنسان لأن يجمع كما هائلا من الحسنات؟ حتى سماه بعض أهل العلم، سماه بنك الحسنات. رمضان هو بنك الحسنات. لا شك أن الأجر العظيم الذي وكله الله جل وعلا برمضان لا يعد ولا يحصى. تخيل، هناك صلاة وصيام، وهناك صدقة، وهناك تفطير صائم، وهناك أعمال رائعة جدا في رمضان. فقط الصيام لوحده لا يعلم أحد الأجر، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. لا أحد على وجه الأرض يمكنه أن يحدد عدد الأجر في رمضان لكثرته، حتى قال أحدهم: إنما هو شيك على بياض، فاكتب فيه ما تشاء من الأجر والثواب. ولكن قد أقول لك كلمة قد تؤلمك، لكنها ألم وأمل. أنها ألم من جهة، لكنها أمل من جهة أخرى. هناك البعض بعدما يجمع هذا الكم الهائم من الحسنات ومن الثواب والأجر، نجده يقوم بتدميرها في الليل، في سهرات ماجنة، في مشاهدات خليعة، في جلسات غيبة ونميمة ومنكرات. بعدما جمع هذه الحسنات بتعب واجتهاد وتراويح وتهجد وقراءة القرآن، يأتي ليدمرها. وهنا أذكرك بقول الله جل وعلا الذي قال في القرآن الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه قصة امرأة حمقاء في الجاهلية، كانت تقوم بغزل الصوف، تأتي بالصوف فتغزله حتى يصير شديدا قويا، حتى يصير خيطا قويا، ثم في المساء تقوم بنقضه وتقوم بحله. فضرب الله بها مثلا لقوم يجمعون ثوابا عظيما وأجرا وحسنات، ثم في الليل يدمرونها. وقد قال الشاعر قديما: ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. وخير منه قول الله جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فحافظ على حسناتك في رمضان، حافظ عليها وقم بوضع جدار لحمايتها بإذن الله تعالى. أما صفقة رمضان اليوم، صفقة رائعة جدا، فيها ثواب جزيل، يمكنك أن تعتمر يوميا. أقول لك وأصدقك هذا الحديث: يمكنك أن تعتمر يوميا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة، والحكم أيضا للنساء لمن صلت في بيتها، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله جل وعلا حتى تشرق الشمس، ثم صلى ركعتين، كتب الله له عمرة تامة تامة تامة. فتأكد أي أخي في الله وأختي في الله أنك أنت ومن يسكن في مكة إلا سواء، فهنيئا لك هذا الأجر والثواب، وهنيئا لك 30 عمرة في رمضان. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين، واجعل قيامنا قيام القائمين. رمضان 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 رمضان. لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد.